الشرط عصام بن عبد الله. هذه محاولة كريم عيش محمد رفع الكرة، محاولة خطيرة تدخل الدفاع. أصبح الآن الدفاع ديال فريق حسنية أكادير. تمريرة اتجاه لاعب ياسين الدابي، ياسين الدابي بكاري ماني كان في وضعية تسلل، فضل أنه يرفع الكرة، فرصة ممتازة. أيوب الملوكي بطريقة ولا أجمل ولا أروع. أيوب الملوكي كيسجل أولى أهداف فريق حسنية أكادير هذا الموسم بفنية كبيرة ديال أيوب الملوكي بعد ما تبدأ التمريرة ممتازة من جهة اليمنى، وأيوب الملوكي كيوضع الكرة في شباك الحارس مهدي ويا معلنا عن الهدف الأول وتقدم فريق حسنية أكادير في هذا اللقاء.